رجع لبيروت كثير أثر فيني، خاصة يعني نفسيا، يعني جراد وكل شيء انسى، بس نفسيا أكيد صعبة. أنا بعمري ما شفت هيك، إنه إن شاء الله ما أشوف، كل يعني العائلة اللبنانية ما يشوف هيك قصص. كنت هون جاي من عطاري هيك، وصلت هون صار فجأة من هون أصوات من هون كأصوات، وين بدي فتت هات السيارة، كنت أجار كله عم ينزل، لهلا ما بتعمل صوت قوي، يعني خوف وعايشين هيك. أوقات إنه أنا ما فيني إلا أحكي، ولما يمثلوا بشوف في أنا كيف كنت، يعني كل بكل عائلة اللي بتحكوهم في قصتي كمان، عرفت؟ أول شيء لأنه أنا أجنبية، وشو ما صار يمكن ما بعرف، هلا سفر يمكن كنت ميتة ونسيت، الحمد لله هلا واقفة عم بحكي معكم.